يقع أستاذ جابر الأحمد الدولي في منطقة العرضية في محافظة الفروانية في دولة الكويت، ويسع الأستاذ 60,000 متفرج. يضم الملعب عدة قاعات رئيسية، منها قاعة لكبار الشخصيات وقاعة أميرية ومصلى واستراحة لكبار الشخصيات. شكل وتصميم الملعب مستوحى من البيئة البحرية الكويتية متمثلة بالبوم، وكذلك البيئة البرية متمثلة بسرج الحصان بالإضافة إلى السواري البحرية. ويعتبر هذا الاستاد أكبر استاد رياضي في الكويت والسابع عربياً والخامس والعشرين عالمياً من حيث السعة، ويعتبر الملعب هو الرسمي لمنتخب الكويت لكرة القدم. وتم تزويد الملعب بتقنية خط المرمى ليتلائم مع القوانين الدولية الجديدة، ويوجد حول الملعب مضمار لألعاب القوى وحوض سباحة وغرف للاجتماعات وخدمات مختلفة للملعب. يتكون استاد جابر الأحمد الدولي من 4 طوابق: الدور الأول مخصص لكبار الشخصيات، والدور الثاني يتكون من القاعة الأميرية، وكذلك 54 كابينة تتسع ل600 متفرج، وأيضا يحتوي على غرف للتلفزيون والصحافة مطلة على الملعب، وغرفة للمؤتمرات الصحفية مع ترجمة فورية ل3 لغات، وأماكن للصحافة، و5 غرف للتعليق الإذاعي، و6 استديوهات للبث التلفزيوني، وغرفة تحكم بالتلفزيون والإذاعة، وغرفة استديو تحليلي، وغرفة كنترول، وغرفة تحكم بلوحة النتائج والإعلانات، وغرف للحراسة والشرطة والإسعاف، وغرفة مراقبة رئيسية مطلة على الملعب. ويتكون الدور الثالث من 4 مصليات ومتاجر لبيع الملابس الرياضية والوجبات وعدد من منصات للكاميرات التلفزيونية. مساكم الله بالخير، طبعا معاكم مصور حمد البغلي، واحنا حاليا في استاد جابر الأحمد الدولي، وان شاء الله بعد هالفاصل راح اوريكم لقطات حصريه من الاستاد، ويعطيكم العافيه. طبعا هو المصور الفوتوغرافي يشمل كل انواع التصوير، واحد انواع هذا التصوير هو التصوير الرياضي. وطبعا بما ان احنا عندنا هالصرح الرياضي اللي هو استاد جابر الدولي، فانا حبيت اليوم اي ازور الاستاد واخذ بعض اللقطات والصور واوريهم حق متابعيني وحق اللي يحبون هواية التصوير الرياضي. طبعا بداية لازم اخذ نظرة شاملة على الاستاد، لان مثل ما تعرفين ومثل ما تشايفين الاستاد ما شاء الله تبارك الرحمن يعني صرح رياضي ضخم ويعني بنية معمارية كبيرة، فلازم اخذ نظرة شاملة واشوف القي نظرة على الزوايا وين اوقف، ويعني هذا كبداية. فبعدين عاد هني اخذ مثلا انا معداتي اللي هي معدات التصوير واحطها في المكان المناسب اساس اقدر اخذ لقطات يعني تليق اعجاب الجمهور. الاستاد كل زوايا فيه مميزه ورائعه جدا، بس انا كمصور فوتوغرافي اللي انا احبه بالتصوير الرياضي اللي هو الموف اللي هو الحركة، لأن أنت كل ما صورت الرياضي أو عفوا كل ما صورت تصوير رياضي
تحتاج إن حركة، تحتاج الثك يعني حركة رياكشن أساس يبرز الصورة أو يبرز ملامح الصورة. طبعاً اللي يختلف اختلاف كلي تماماً، يعني ما في أي مقارنة. يعني باقي أنواع التصوير اللي هو اللاندسكيب والبورتري والأنواع هذه كلها، هذا تصوير ثابت، يعني خلاص أنت ثبت مثلاً كاميرتك أو تأخذ مثلاً زاوية معينة وتقول حق خلينا نقول حق الشخصية أو الكاركتر اللي أنت بتصوره ياخذ وضعية معينة وتصوره، ونفس الطريقة نقول حق مثلا تصوير اللي هو المعارض أو الإيفنتات، فأنت عارف خلاص أن هالشيء ثابت. أما التصوير الرياضي لا، يعني أصعب لأن في حركة مثل ما أنا تطرقت مساع في بداية الحديث، أنه هو راح يكون يعني حركة راح يعني تركز على حركة اللاعب، كل حركة تصير بالملعب لازم أنت تصيدها، يعني أساس شنو يعني تتميز بتصويرك هني بالنوع هذا بالذات بالتصوير هني، هو هذا اللي يبرز جودة الصورة أو يعني يثبت جدارتك أنت كمصور. فهذا هو الاختلاف، يعني خلينا نقول طبعا هذا يحتاج خلينا نقول دقة كبيرة، يعني أبعد مدى من الدقة، لأن مثل ما تعرف هو يعني ماخذ منحنى أو ماخذ شكل اللي هو الأشرعة وال يعني شكل أو ديزاين معين، فأنت تحتاج دقة، يعني لازم تختار زاويتك صح، وأيضا تختار العدسة الصح، لأن هم نقول ان في التصوير الرياضي ايضا العدسات تختلف، يعني العدسه اللي تصور فيها التصوير الرياضي غير العدسه خلينا نقول اللي تصور فيها اللاندسكيب والمعارض الايفنتات البورتي، الاضاءات ايضا تختلف، فلازم انت تكون جاهز من كل النواحي عشان تقدر أو أساس أقدر أصور هالصرح الرياضي الضخم. طبعاً إحنا يعني التصوير الرياضي فيه له إقبال وفيه له مصورين، بس مو بالكثرة، لأن مثل ما نقول إن يحتاج دقة عالية ويحتاج جهد عالي، فعشان شيء ما نلقى وايد مصورين حق النوع الرياضي، بس أكيد فيه يعني مثل ما نقول الساحة ما تخلى يعني. واحنا بالعكس يعني نشجع المصورين ان هم يتجهون حق النوع هذا من التصوير اللي هو الرياضي، لان هذا يصقل خبرتهم، يزيد من موهبتهم اكثر واكثر. يعني يحتاج اول شيء اللي هو سرعه البديهه، المصور الرياضي لازم يكون يعني دقيق جدا جدا في تصويره، ولازم يكون سريع الملاحظة، يعني أي حركة بالملعب لازم ينتبه لها وما تطوف أي يعني أي شغلة بالملعب حتى لو كانت بسيطة. من ناحية الخبرة ما أعتبر أن أنا وايد عندي خبرة أو experience خلينا نقول، بس والله الحمد كان عندي تجربة سابقة، صورت في نادي كاظم الرياضي، وكانت مباراة ما بين نادي القادسية الرياضي وما بين نادي كاظمة، والحمد لله يعني استفدت من التجربة هذه ووايد استمتعت فيها، وهذا يعني خلينا نقول يدخل في السي في حقي كمصور واستفيد منه. يعني طبعا الاقرب الى قلبي خلينا نقول اللي هو تصوير المعارض والايفنتات والبورتي، يعني انا لان بدايتي بهالنوع هذا من التصوير، فهذا هو السبب اللي خلاني يعني احب هالشغله وقاعد ابدع فيه اكثر. طبعا هذا مو معناته ان انا مو قاعد ابدع في باقي انواع التصوير، بالعكس الحمد لله قاعد أبدع في أيضا في المجال الرياضي التصوير الرياضي الحمد لله رب العالمين،
وايد استفدت مثل ما قلت لك ان المباراة اللي هي ما بين كاظم والقادسية، بس المقرب الى قلبي اللي هو الايفنتات والمعارض والبارتي. والله هو مو مشروع، بس انا حاليا الحمد لله رب العالمين، انا حاليا عندي عضوية لنادي كاظمة، يعني صرت مصورهم الرسمي خلينا نقول. فأي مباراة تصير أو أي خلينا نقول حدث رياضي في نادي كاظمة يتصلون علي وأروح أصور لهم، لأن أنا حاليا مصورهم الرسمي. شكرا على اللقاء الجميل. معكم مصور الجوي أحمد السلمان، اليوم متواجدين في استاد جابر الأحمد الدولي. انتظروا أجمل اللقطات بعد الفاصل. طبعا استاد جابر الأحمد الدولي عملتي له بالنهار، راح تشوفه يعطيك تفاصيل جدا جميلة على شكل سرج الخيل وعلى شكل السارية وعلى شكل الشراع البوم. فدائما أنت تسوي تعطي قرب من هالأشياء الجميلة عشان تعطيك جمالية واضحة والمشاهد يستمتع فيها. إذا جيت له من داخل الأستاذ راح تشوف المدرجات والأشكال، الإضاءات جدا جميل، راح تروح تاخذ فيها تقريبا بان على شكل بانوراما، راح يطلع لك جماليه جدا جميله. اذا جيت له من شارع جاسم الخرافي اللي هو السادس راح تشوفه في شكله الدائري او البيضاوي وانحناء الموجود، راح يعطيك جدا يعني شكل مناسب حق التصوير الجوي وشكل جميل. اذا جيت له بوقت الغروب دائما تروح له من صوب منطقة الرابية عشان تشوف الغروب وتاخذ فيه يعني بان جدا جميل، ويعطيك شكل السلويت اللي هو الموضوع يكون اسود ومع خلف الغروب. اذا جيت له في بعد الغروب راح تشوف جمالية جدا جميلة من الاضاءات على علم الكويت واضاءات داخل الاستاد على هم على علم الكويت، تشوف يعني دار مدار الاستاد راح تشوف فيه اضاءات جدا جميله. طبعا الدرونز الفانتوم 4 برو، الانسباير 2، المافيك 2 برو، هذه الدرونز هذه راح تعطيك جماليه حق الاستاذ جابر الاحمد الدولي. انا عندي الدرون فانتوم 4 برو، هذه الدرون جدا جميله، عدستها الواسعه تصور 4K، فتعطيني حجم مناسب حق الصرح الجميل استاذ جابر الاحمد الدولي. فانا يعني افضل الدرون الفانتوم 4 برو عشان اصور فيها استاذ جابر الاحمد الدولي. طبعا الفانتوم 4 برو هي يعني طياره جدا جميله وعدستها الواسعه، راح تعطيني اقدر اصور فيها الشاشات واقدر اصور فيها الاعلانات اللي موجوده تحت، لأنها تتمتع في ثبات في الأماكن المغلقة وتعطيني جودة جدا عالية في التفاصيل الموجودة في استاد جابر الأحمد الدولي. المصور الجوي ما عنده أي مشكلة مع أي استاد أو أي صرح جميل سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، لأنه يتمتع هو في التصوير الجوي خصوصا إذا كان في جمالية يعني مبهرة أو جمالية غير مثل استاذ جابر الأحمد الدولي. طبعا يستغرق من 45 إلى نص ساعة عشان تاخذ جميع الأوقات حق استاذ جابر الأحمد الدولي. إن جيت صوب النهار ما تيله بالنهار نهار، تيله قبل الغروب تقريبا بربع ساعة عشان تاخذ نهار
وبعدين تاخذ الغروب وبعدين تاخذ ما بعد الغروب. طبعا اجمل لقطه اللي هي من الافق لمن تصعد فوق 50 متر راح تشوف جماليه استاد جابر في كل زاويه، في سواء من صوب السادس او من صوب الرابعه او من صوب العرضيه. فاستاد جابر اجمل لقطه خذيتها اليوم في هذا الموضوع. طبعا اليوم افكاري حق تصوير استاد جابر الاحمد، طبعا اول شيء خليت بان على مستوى نفس ارتفاع مستوى استاد جابر الاحمد، ومن ثم صعدت فوق على تقريبا ارتفاع 50 متر وخذيته من الافق، من ثم رديت على مستوى وخذيته الشكل البيضاوي اللي هو مال استاد جابر على طريق 360 درجه، من ثم صعدت فوق 70 متر وخذيته على بعد تقريبا 500 متر، راح اعطاني شكل جميل جدا. طبعا نصيحتي حق المصورين الجويين ان يزورون هذا المكان الجميل اللي هو استاد جابر الاحمد الدولي، راح يستمتعون في تصويره ويستمتعون في كل زاويه في هذا الاستاد الجميل. طبعا انا نصيحتي انه دائما قبل، اتوقع انه قبل الغروب هو انسب وقت حق تصوير استاد جابر، وبعد الغروب لانه يعطيكم جماليه جدا جميله، خصوصا هو بخلف غروب الشمس. فانصحكم انكم ترتفعون اكثر شيء 50 متر لانه يعطي جماليه جدا جميله. تعتبر الأبراج وناطحات السحاب الحالية في مدينة الكويت هي الأكثر حداثة وتميز، وتعتمد بصورة رئيسية على المفهوم العصري في تصاميمها، إذ أنها تواكب متطلبات واحتياجات المدن المالية والتجارية العالمية. كما أن العديد من الأبراج في الكويت كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم، كبرج الحمراء الذي يعتبر البرج الأول المنحوت في هذا العالم، والذي تم تشييده في قلب العاصمة، وكذلك برج التحرير بارتفاع 372 متر مربع، والذي يعتبر ثاني أعلى برج في مدينة الكويت، وبرج التجارية بارتفاع 218 متر مربع، وتصميم يتميز بالالتفاف بمقدار درجتان بين الطابق والآخر، والعديد من الأبراج الذكية الحديثة مثل برج كيبكو وبرج كريستال وبرج الراية ومبنى بنك الكويت المركزي الجديد وغيرها من المباني والأبراج الخلابة والتي تناطح سماء مدينة الكويت. مرحبا، معكم بشار القطان، راح تشوفون الكويت الجميلة من الأعلى. اليوم راح أصور من خلال مرتفع، أحد المرتفعات، وراح أطلع الكويت بصورة حلوة. اليوم ضباب شوي، فإن شاء الله تكون الصور حلوة باللقطات، إنه شوي تختلف عن لما يكون كلير، وإن شاء الله راح شوي لما يصير ليل هم راح تعطي منظر أحلى، بس إن شاء الله يخدمنا الجو اليوم بالتصوير.
احنا دائما الكويت نصورها من ليفل معين، او ان نكون نصور بالذات الابراج او برج التحرير او ايفر، احنا دائما نصورها طوليا. هالمره يعني انا راح اكون في مرتفع وراح اصوره يعني لتحت، المستوى يقل، فهذا شوية راح يكون بالنسبة لي شوي جديد، لكني إن شاء الله تطلع بنتائج حلوة. هو مو عن كلمة زوايا كثر ما هو الوقت أو الظروف اللي تناسبك. يعني لما تخطط حق شيء معين يمكن الجو يكون مو أوكي، يمكن يكون مطر، يمكن هذا، فتختلف. فما تقدر تحدد شنو أنت شيء تبي تصوره إذا ما كان عندك علم سابق بالجو بالطقس كامل وهذا. وبعض المرات لا تنسى ان لازم يكون في تصاريح وموافقة، ممكن يوافقون عليك ويكون مطر، ممكن يكون هذا، فانت ما تدري شنو الظروف، لكن لازم يكون عندك اكثر من رؤية. يعني اذا ما صار شذي يصير شذي، لازم يكون عندك اكثر من خطة، خطة واحد، خطة اثنين، خطة ثلاثة حق التصوير، وتشوفها من اكثر من زاوية. صورت الابراج، صورت جبرت التحرير، بس الشمس كانت بويهي، فيعني مع الضباب شوية إن شاء الله يكون أوكي. إضافة إلى برج الحمراء، يعني أخذت شوية معالم الكويت من فوق البحر، معنا اليوم ما خدمنا لأنه وايد ضباب. شوف هو يعتمد إذا كان الشخص يحب يغامر أو لا، أو إنه يحب المرتفعات أو لا. يمكن مصور وده يصور فوق لكنه يخاف، فإذا خاف هني ما راح يقدر يطلع شيء لأنه خلاص تفكيره يكون كله بالخوف. بس يعني إذا واحد حصلت له الفرصة حتى لو كان خايف، المفروض إنه يروح يصور، لأن هذه مقامرة مرة بالعمر تصير، يا تصيب يا خلاص. شوف الحين حاليا إحنا قاعدين بالضباب، فيعني الوضع إنه لازم نطلع الضباب أو نطلع المعلم مع الضباب، فهي ما راح تكون مثل ما تكون السماء صافية أو يكون في غيم منفرق. إن شاء الله لما تغيب شوية الشمس هم أقدر أطلع مع الإضاءة، بس يعني أحاول أني أصيد اللقطات بهذا الجو، يعني لازم أعيش نفسي بهذا الجو عشان أقدر أطلع منها نتائج حلوة. أحيانا في صور صورناها وإحنا بغبار ما توقعنا راح تطلع صور جميلة، لكن طلعت وايد حلوة. صورنا صور في أيام العاصفة هم طلعنا بنتائج حلوة. لازم الإنسان أو المصور تكون عنده عين، وبنفس الوقت يجرب. كل ما تجرب كل ما تعطي، كل ما عيونك تستمتع أكثر بالتصوير. لا تقول لا أنا خاف أغلط، كل ما تغلط يمكن تطلع بنتائج وايد أحلى وإنت قاعد تغلط. يعني لا تقول إنه والله لا، لازم يكون فوكسها صح، ولازم يكون الإضاءة صح، والوايت بالانس صح. ترى الأجانب مو نفسنا، إحنا وايد ندقق على أشياء، الأجانب ما يطلعون هالأشياء، راح يطلعون جمالية أكثر. يعني الحين هبت العالم كلها هبت بالموشن والشسمة، فقام يصورون موشن. أول لا، عندهم الموشن كان غلط، الحين العالم قام تصور طيور قاعد تصورها موشن. فلازم يكون في نظرة جمالية بالتصوير. اليوم راح نصور، راح أصور بالوايد أنجل، راح أجرب إني أصور بعدسات الزوم. نحتاج طبعاً الترايبود إذا نزلت الإضاءة، نجرب نصور بليفل معين وننزل بالإضاءة، فنحتاج الترايبود عشان ما يصير في اهتزاز عندنا. وايد أشياء نقدر نسويها، فلاتر نستخدمها، هي عين، هي العدسة قاعد تعكس عينك أنت. أنت شنو تشوف بعينك راح تعكسها عدسة الكاميرا. في عندك أكثر من طريقة، مثلاً عندك تقدر تصورها بانوراما، تأخذ أكثر من زاوية بالكاميرا، إنزين؟ يعني هو ما له شغل بالزاوية، هي كثر ما لها نظرتك أنت، نظرة عينك راح تشوف من أي زاوية. يعني لازم تقعد تشوف على أي ليفل تكون، من تحت، من فوق، نازل، whatever، بس لازم يكون أنت عيونك شلون تطالع. المصور عدسة، عين. العين نفسها اللي بالعدسة هي نفسها عينك، شلون تطالع فيها. يعني في ناس وايد ما يعرفون بالكاميرا، لكن بتليفونهم قاعد يطلعون بنتائج حلوة لأن عندهم عيون حلوة. وفي ناس عندهم كاميرات بروفيشنال، لكن مجرد إنه هو قاعد يقلد، تقول له أوقف مني، راح يوقف وتشك وانتهى الموضوع. لما تيجي تقول له أوقف يقول لك شو أصور، وهذه إحنا نعاني منها أصلاً. وايد مصورين وايد مصورات يقول لك أنا شو أصور، ما انت في وايد اشياء تقدر تصورها، لازم تكون عندك عين حلوه حق انك تشوف عشان تقدر تبرز منها وتطلع نتائج. مثلا صورت برج الحمراء، اول مره لما صورته وانا كنت تحت، فالليفل يتغير يعني من اسفل الى الاعلى.
صورتها من خلال مبنى ثاني بنفس الليفل، النظرة هم تغيرت، يعني أنا كان معي بنفس الليفل، الحين قاعدة طالعة من الأعلى استل نفس الشيء، بس إنه شوي تغير شكله، يعني مو نفس ما لما تكون على نفس ليفل بالضبط، يعني شوي هو معطيني مسافة، إنه يعني في بيني وبينه مسافة، لكن نفس يعني قاعد أشوفه ليفل أقل شوي. برج التحرير، برج التحرير أنا الحين قاعدة طالعة مع الشمس ومع من إضاءة فوق، وايد حلو، والبحر يمه، ف وايد وايد حلو، الضباب مسوي شغل وايد فيه، والمباني اللي يمه هم معطيتها جمالية زيادة، فإن شاء الله راح أطلع بنتائج حلوة في برج التحرير. شوف إحنا هني بالكويت عندنا لازم عشان تصور مرتفع لازم يكون عندك تصريح، لما يصير عندك فرصة أو إن تيلك فرصة مثل هذه استغلها وروح، بس أهم شيء تكون سيفتي، يعني ما تروح وعلى برنا قشمارة ومكان مو سيفتي مو أمان، لا اوكي اذا في مكان في سكيورتي وبيصعد معك اوكي خليه يطلع معك، بالعكس يعني امان حقك انت. صور باكثر من زاويه، لا تتجه حق زاويه واحده، لا تقول والله فلان صورها بهذه الزاويه فانا راح امشي مع زاويه فلان، لا انت بعينك راح تشوفها باكثر من زاويه، جرب مني جرب مني جرب مني، حاول تطلع باكثر من زاويه، جرب اكثر من عدسه، جرب اكثر من فلتر، جرب لازم تجرب، كثر ما تجرب كثر ما راح تشوف يمكن انت هذه النتيجة بحزتها بنفس اللحظة لما صورتها قلت لي مو حلوة، لكن لما ترجع بعد اسبوع اسبوعين تفتح الكمبيوتر وتريد تطالع الصورة راح تقول اوف لا هذه وايد احلى. لا تاخذ قراراتك بنفس الحزة، لما تيجي تصور لا تشوف صورك بنفس الوقت، اللهم تشيك بس على فوكسك اذا انت تبغى تشيك على فوكس، غيره لا تشيك خلاص، حطهم بالميموري ونزلهم الكمبيوتر بعدين ثاني يوم اقعد شوف افرز صورك، لان بنفس الحزه بتفرز الصور ما راح تطلع بنتائج حلوه، راح تمسح اكثر ما انت راح تستفيد بالصور. يمكن راح اشوف الوايت بالانس، بس يمكن هذا الشيء الوحيد، لان احنا قلنا احنا اليوم ضباب، بس اللهم الوايت بالانس غيره لا ما راح اعتمد على التعديل، انا اساسا ما اعتمد على التعديل الا اذا كان في خطا شائع، مسح ما مسح ما امسح ما احب امسح، لكني احب اطلع الصوره من اول شيء من الكاميرا. شكرا تلفزيون الكويت حق الفرصة الثانية حقي في معلم جديد من معالم الكويت. في فقرة من سماها لهذه الحلقة اخترنا لكم مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي يقع في منطقة شرق على شارع الخليج العربي بمدينة الكويت، وتم افتتاح المبنى في عام 1981، وتبلغ المساحة المقام عليها المبنى 7000 متر مربع بتصميم يأخذ شكل حرف L، وهو ذو نوافذ كبيرة زرقاء اللون وفواصل خارجية عمودية. كما يحتوي المبنى خارجياً على نافورة تقع عند المدخل الرئيسي ومواقف للسيارات، ويتكون مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من 5 أدوار بمساحة 6800 متر مربع تقريبا لكل دور، ويقع بالقرب منه حاليا مبنى بنك الكويت المركزي الجديد ومسجد الدولة الكبير والعديد من مباني مؤسسة الدولة الهامة ومباني القطاع الخاص. We'll be right back.